قرار الحكومه وقفت استيراد البيبي دول والشامبو، ايه رايك؟ وتفتكر ايه تاني ممكن السلع اللي هتوقف؟ انا شايف يعني الحكومه وقفت الكلام ده عشان الشعب مش محتاجه، يعني الناس ما بقتش قادره اصلا تعمل حاجه يعني في السرير. والشامبو يعني الناس قرعة، يعني الناس بتقرعة، الحكومه بتحمي الناس بعض. طيب ممكن سلع تانية كتير تتوقف، يعني لو قفوا البيبي دول يوقفوا اي حاجه تانية. وليه البيبي دول يعني؟ ليه؟ الشباب هتتأزم جدا يعني لما يوقف استيراد البيبي دول. والله يعني ده كلام فاضي، يعني ورا البيبي دول ده كلام فاضي. الشامبو يعني مش عارف هيأثر ازاي، الناس كده كده معفنه، حاجات مالهاش لازمه. شامبو ايه ودول ايه؟ يعني في سكر وفي رز وفي زيت وفي حاجات اهم من كده بكتير. احنا بنستورد لبان، بنستورده ليه اصلا؟ محدش بياكل لبان في مصر. وايه البيبي دول اصلا؟ الزوم بتاع السكر. طب لازمته ايه؟ ما عشان يوفروا الدولار. وبعدين الشامبو لازمته ايه برضه؟ ما تستوردها في الشركات اللي بتجيبها. بص، اي سلعه ملهاش لازمه الحكومه تلغيها. ما دام احنا بنصنع الحاجه دي موجوده في مصر، مين يستورد من بره اصلا؟ لما احنا عندنا موارد الخام بتاعتها وعندنا كل حاجه بتاعتها نستوردها نصنعها هنا، ده هيعيد اكتر علينا الاقتصاد اكتر ما نستورد من بره. انا اعتقد حضرتك انها تبقى خطوه ايجابيه لو احنا نوقف الاستيراد ماشي، بس نصنع منتج مش هينفع هنا يكون احنا مقتصرين على نوعين ثلاثه شامبو او خمسه او 10. احنا شعب كبير، يعني اكيد احنا وقفت استيراد افتح مصانع هنا وعمر. والله انا شايف ان يعني موضوع الشامبو مش موضوع اهتمام بدرجه كبيره اللي ممكن تثير اهتمام الشعب، لان احنا دلوقتي في مرحله اكبر الحاجات دي كلها. انا كل فتره دلوقتي الحاجات الاسعار اللي غاليه والاكل والشرب والحاجات اللي مش متوفره والطبقه المتدنيه اللي تحت ما بقتش لاقي حاجه خالص.